عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على بدها تعملنا الحلوة اليوم على عشاء كل الأكلات اللي بتحبها معقول صرنا 3 سنين متزوجين حسيت فيها مرة مثل الحلوة مزبوط ولا لا؟ أكيد حبيبي أنا كنت بتمنى نحتفل فيه لوحدنا بس انتي اصريتي تعزمي شلة السقف لقيتها فرصة لحتى رد العزيمة كلهم عزمونا ولا نسيت؟ لا طبعا اكيد نسيت ما انا كنت دائما روح غصبا عني انتي بتعرفي انا ضد عقلي هي المجاملات الاجتماعية اوقات منضطر للمجاملات بالنهاية نحن مش عايشين بجزيرة لوحدنا ولا انا غلطانة أنا بتمنى أخذك على جزيرة ونعيش فيها لوحدنا لنشوف حدا ولا حدا يشوفنا بس نحنا تقريباً هيك عايشين أنا بعرف إنه عم بدي أخلقك بغيابي بس بكرة يجي هالأزعر هيدا رح يعبي لك وقتك كله أنا بلشت غار منه ها إمتى رح يجروا ضيوف؟ رح يجوا قبل ما تروح الشمس قال حابين يصبحوا قبل العشاء يعني على 6 تقريبا هيك شيء انا رح اكون هون قبله باي باي عاصم حبيبي فيني اقول لام عبود انت تجي تساعدني حبيبتي انت بتعرفيني انا بحب اكل الا من تحت ايديكي يعني
انت بتعرفي انا بقرف من اي حدا غريب يحط ايده على غرض من اغراضي، فيعني كيف اكلي؟ خلاص مثل ما بدك. انا بعرف انك حامل يعني هذا اذا بدك يعني ما اكل. شو رايك نلغي العزيمه ونطلع انا وياكي على شي محل برا؟ بلا ما تعذبي حالك. او اذا بدك نغدر على شي محل ونروح بالبيت احسن. صباح الخير يا نورة. صباح الفل. عاصم ليه رجعت؟ نسيت ملف العقود العقارية، ما بعرف وين حطيته. شفت لي شيء؟ لا ما شفت هيك شيء. شو هدول؟ زعتر أخضر، بقلي، بقدونس. أحسن شي بالعالم الواحد يعرف المي اللي عم تسقي الخضرة اللي عم تفوت على جسمه. يمكن نسيتهم بالمكتب. أنا رح أمشي. لك شي؟ أكد إنه ما نسيت شي تاني. أنا دائما نسيان قلبي وروحي عندي.
صباح الخير يا أمينة. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا بدوي. صباح النور يا فندم. دار حضرتك جاهز يا فندم. تسلم ايديكي وعينيكي يا رب. عسل وجبنه وعيش يا رب يعجبوا حضرتك. ربنا ما يغيرلكيش عاده يا امينه، كل يوم تقول لحضرتك نفس الكلام نفس الكلام. يا عم سيبها تاخد فرصتها. الله الله، ده ايه العسل زي العسل ده؟ بالهنا والشفا، ده من كده يا فندم عشان عارف ان حضرتك ما بتفطرش الا من تحت ايديا. طب اسالها كده يا فندم، مين بيجيب العسل والجبنه ومن افخر الانواع؟ ما احنا عارفين مفيش حد غيرك يا عم بدوي، ما احنا عارفين انت الوحيد اللي بتتعب في البيت ده عشان تجيب احلى حاجه. بسم الله ما شاء الله، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ امينه وعم بدوي والله ده خير كتير يا جماعه والله. بكره بقى هدوق حضرتك العسل اللي هو، وتشوف حضرتك الفرق بين ده وده. ايوه انا عايزك بقى يا امينه كده تفاجئني اول باول، وانت عم بدوي كمان تفاجئني باي حاجه. يا جماعه انا بقالي كتير جدا ما حدش فاجئني بحاجه حلوه. ربنا يفاجئك بكل طيب يا فندم. هو ده بالهنا والشفا يا فندم. حبيبه قلبي. ناس طيبين والله. ايه ده؟ الو القمر صحي ولا عشان النهارده اجازه بقى هنفضل في السرير؟ لا سرير ايه؟ ده انا بفطر اهو قدامي 3 دقايق ونازل على التمرين جري. بجد؟ طب خلاص خلص كل حاجه بتعملها وكلمني، عامله لك مفاجاه حلوه قوي. مفاجاه؟ انت كنت سامعانا ولا ايه؟ أصل أنا لسه بقول للأمينة وعم بدوي محدش فاجئني بقاله كتير، فشكلك أنت يا بنتي ليه اللي هتفاجئيني قبليهم؟ اخسى عليك يا كريم، أنا حاجة هم حاجة تانية خالص، أوعى تقارني بيهم. وفيها إيه يعني؟ فيها إن مستحيل حد في الدنيا يقدر يسبقني في أي حاجة تخصك. مش حسيب ده يحصل أبدا. لا إذا كان كده بقى يبقى أنا ما عنديش مانع إن أنا مستني المفاجأة، أوكي؟ يلا باي يا روحي. باي يا حبيبي. لو سمحت بصراحة هم كلهم حلوين، ممكن اخد الكولكشن كلها اوريها لخطيبي عشان يختار له عايزه منها؟ المحل كله تحت امرك يا باشمهندسة. الف مبروك. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي. ده هو الياس بالضبط، حط لي اياه بيحلى على البيبس. وشلون تكرم عينك. مش بس مزوي وبتعرف بالقياس كمان، هيدا لحتى ما تعذب المدام وترجع تبدله. هاي اسمها معلمية استاذ. لحظة سمكة جاهزة، تعي شوفي شو ناقصها قبل ما احطها بالفرن. شو بده يكون ناقصها يعني؟ يا أهم طباخة بالعالم. ناقصها لامستيك السحرية وإن شاء الله تعجب أستاذ عاصم كمان. رح تعجبه ورح ياكل أصابيعه وراها. يلا روحي أنت على بيتك قبل ما تعتمي الدنيا. يعني ما بدي كاني ضال حتى أحضر السفرة معي؟ لو علي بدي إياكي تنامي هون كمان. بتعرفي أستاذ عاصم بحب يفرجي العالم إنه مرته كتير شاطرة وعملت كل هالأكل لحالها. بس عن جد أنت شاطرة. بمساعدتك أم عبود. يلا روحي ما تأخري، وفي كيس برا خديه معك. ما في داعي تعذبي حالك، انت يلي تعذبتي مش انا. كتر خيرك. Thank you.
تقدرين تنادي عني؟ ينادى عليكم نايا. ميرسي حبيبتي. قابلني. طب شو هالأسرة السعيدة هيدي؟ شو هالأسرة السعيدة؟ كل سنة عيد زواج، اسم الله، كل سنة عيد زواج. يمكن لحتى يضلهم متذكرين إنه متزوجين. إي والله. دخلك زوجك المصون وين؟ ما يكون نسي إنه اليوم عيد زواجكم. بدل ما تتمسخروا اعملوا مثلهم، هيدا من غيرتهم حبيبتي مش طالعون لقيت مسخرة. لا تفضلوا. يا عين شو هالطاولة هاي؟ بتعقد هاي. بلشنا الأكل؟ ليك يا حياتي، بس تصيري تعرفي تعملي طاولة مثل هيدي بعمل لك عيد زواج، أوكي؟ لا ما إلك حق أبداً فيي، ليلى أكلها كثير طيب وهيدا أكبر دليل. منيح في دليل على حكيك معي، شوفي. بس ليلى إيه؟ إن شاء الله ما كنت أخرت عليكم. أهلاً. أهلاً صراحة. مع انه مائدة نايا لا تقاوم بس انطرناك. يا اهلا استاذ عاصم. اهلا وسهلا فيكم. عبينا نفرح بعرس اولادكم. شكرا ليلى. شكرا. تفضلوا. اهلا وسهلا. شكرا. هلبونا شو هالقلب المزمي يا امي. تعال شوف شو بيجيبوا بعيد الميلاد بالزواج. يا شو بيجيبوا غير قلب جاتو؟ اخر مره جاب لي كنافه وحلاوه الجبن كمان. معلش بضلوا احسن من يلي ما بيجيب شيء بالمره. هبك تقولي ليلى فارس ما جاب لك هديه عيد ميلادي؟ شو اللي تذكروا بالاول؟ أنا ببلش ذكره بعيدة من أول الجمعة، ثلاث مرات بالنهار، صبح وظهر وعشية. مثل الدواء، الله وكيلكم. ليكم ما تفكروا إنه رح أقوله هلا استعراض، بس عن جد عاصم ولا مرة بينسى مناسبة لحتى يهديني. تفضلي. يا ريتك بتريحيني مثل ما نايم رايحة عاصم. طبعاً إذنكم رايحة أنتحر. أنا رايحة أنتحر معك. توريني؟ هلا تعالوا كله بعدين تنتحروا. بتعرفوا شو؟ أنا رايح ساعد مرتي بالانتحار. خاف تتلبك، ما تزبط معها، تزبط. تعرف خيي نزيه؟ أنا بحب فيك روح التعاون، خليتني غار منك. أنا رايح كمان تقلها ل... قصدي ساعدها لليلى. لك رح تطلقش عسخي الأكل من أول وجديد. تعال هون. هيدي فرصتنا خيي نزيه، نتخلص من اسمعنا ونتحرر منه. نايا الحقيقة فاس بتغرقني. نايا تعال اسمحي المي بتجنن. مستحيل بلي اجري بالمي أنا. ولك انزلي يا شبيني انزلي. نايا كم مرة بدي أقول لكم أنا ما بعرف اسبح. ولك أنا بعلمك ما تخافي. ما تعتلوا همي انتم، بوستوا واسبحوا. وانت عاصم ما بدك تفلحنا؟ منيحة تفلحنا. مثل ما قالتنا اسبحوا وانبسطوا، نحن بعدين نسبح، البحر قدامنا. خدوا وقتكم لما تجوعوا قولوا لي لسخن الاكل. اوكي لوين رايحين يا عرسان؟ جيب لكم شيء لتشربوا. اكيد رايحة تجيبين لنا مشروب ولا شو؟ رجع علينا هالحكي هيدا. اسبح انت اسبح. عنكم شو ضايقه من غيرته لرشادين يعمل حياه زوجيه ناجحه؟ لا يا حبيبتي المره هي بتفشي العلاقه مش الرجال لمعلومات. مظبوط. الله هنيك يا عاصم. يلا حطيتك معي. ليش ما خبرتيني انه في بينك وبين فارس علاقه سابقه؟ انا وفارس؟ لا تعملي حالك مصدومه؟ كل تصرفاتكم مع بعض بتدل على انه في شيء بينك وبينه. اي تصرفات؟ ولك كيف بتسمحي لنفسك تحطي ايدك على بطنه؟ انا حطيت ايدي على بطنه؟ طبعا ما رح تتذكري لانه هذا تصرف تلقائي بحكم العاده. انت لو سمعت الحديث ما كنت ظلمتني هالقد. شو ما كان الحديث؟ هذا ما بيسمح لك كمان بتزوجي تتصرفي هيك تصرفي هين زوجك قدام ارتص عليك. انت فهمين الموضوع بالعكس. كل الموضوع انه انا كنت عم برفع من معنويات ليلى لانه فارس كان عم يتهمها انه هي ما بتعرف تطبخ، لانه كرشه كبران، ولانه ليلى هذا عذر قبح بالزمن. كل تلميحاته لعلك بتقول انه لسه عينه فيكي، كل تحقيقاته فيها تسخيف لليلى، بدي اقول لك انه انت المفضله عنده. وكل تلميحاته عن علاقتنا بتدل على انه هو ندمان كيف رحتي من ايده. ما بعرف اصلا اذا رحتي من ايده. يا عاصم حرام عليك. ليلى رفيقه عمري وفارس بنت خيي. ولك شو بحلف لك انه ما في شيء بيني وبينه، شو بحلف لك؟ كنت رح جن لما شفت ايدك عم تلمسه. رح جن اكثر من تلميحاته. انا بغار عليك. فيني شوف ايد حدا عم تنحط عليك. كنت رح اطلع بروحه. ارجوك. كل كلمه عم ينطقها كان عم يقول فيها انه هو عم يشتيك. أنا بدي أكيلي لحالي توعديني أنك تقطعي علاقتي معه.
توعديني انهم يطلعوا من حياتنا؟ توعديني؟ توعديني؟ وعدك. حلو هالبود، بجنن بجنن. ميرسي مقدم. لا مش بس بجنن، بتطير العقل. يا ستي اعتبروا انه البود لكم، انتوا حددوا اي نهار بتحبوا تروحوا فيه كروز وانا حاضر. دخلك استاذ جبران، هيدا من هون لقبرص قد ايه بياخذ تقريبا؟ يعني حسب السرعة بين 3 ساعات ونص و 5 ساعات ماكسيموم. اوف واو سريع. ليش حبيبي عم تفكر تاخذني شهر عسل تاني قبله؟ حياتي ما في داعي، لأن احنا أصلا مجوزين جواز قبرصي. مانو طيب أنتوا عايش هيك كل الصيفية بتضلك على البوت؟ ليش لا مانو، مثل البيت والله مش ناقصه شيء. مزبوط، بس أنا عندي شاليه قريبة من هون، بس ما فيها خليج مثل هيدا حتى أقدر صف البوت عليها. والله يعني أنت وعاصم جيران. فيك تقول هيك، بس ما في أخذ وعطى. انه ما في مرحبا بيناتكم ابدا، حتى عن بعيد. هو يعني بدك تقول شخص غير اجتماعي اصلا. لو ما نحن اصحاب مع نايا يمكن ما كان استقبلنا لنا كمان. نايا وعاصم، هيدي اول مره بسمع اساميهم منكم حتى. ما صار شيء، نحن بنعرفك عليهم. ما بحب اتطفل. قصدك ما تتطفل مثل ما اتطفلنا وطعنا لعندك لهون يعني عم تلطشنا؟ والله مش هيك، بالعكس انا كنت شايفكم دايما مبسوطين وكنت عم تمزحوا مع بعضكم، عن جد بحسدكم. صار لي زمان ما شفت ناس هالقد بحبوا بعض ومتصالحين مع بعض. لك يا زلمه شو فيها الدنيا غير هيك؟ يا حوذاك شوف احلانا كيف مبسوطين، في احلى من هالقعده هاي؟ عن جد. طيب يلا يا شباب هلا دخلنا على نايا نطلع. ايه بعدين انا ميت من الجوع صراحه، وجماعه ناطريننا وحاطين الاكل. يلا بس قبل ما ننزل شو رايك نتفق على مشوار بالبوت؟ منتفق على اللي بدك اياه، بس خلينا نروح ناكل، انا ما في افكر بس كون جوعان. يلا. كابتن ليه ما بترافقنا؟ لا معليه ميرسي سبقتكم. لا يا زلمة شو بك تشرب معنا شيء على القليلة شو بك؟ ايه بعدين فرصة لحتى نعرفك عليهم، يعني قليلة جيران وما بيعرفوا بعض، بدك شالوا اياهم يا زلمة. طب خلص اوكي، سبقوني وبلحقكم بعد شوي. اكيد هون لأنه بدنا نتفق على طلعة بالبوت. خلص اكيد. تفضل. ثانك يو. يلا تفضلوا. لا يا خليكي شوي. تأخرنا عليهم مش حلوة، وأنا لازم أسخن الأكل. عاصم بليز تضل عندهم، ما تخليهم يحسوا انك بتضايق منهم ولا شيء. يعني انت هلا خايفه على زعلهم؟ تاكد انه هاي اخر مره بتشوفهم، مشان هيك تصرف طبيعي وخلي هالليله تمرق على خير. تحبيني؟ انت بتعرف لما بكون زعلانه منك ما بحب جاوبك على هالسؤال. لا محلك تحفظيني. بس فارس؟ هلا ما لقيت غير فارس؟ كيف اصلا انت بتقارن حالك بينك وبينه؟ شو جيب لجيب؟ كيف بتقارن حالك بفارس او باي رجال بهالدنيا؟ في بجيبت اللي صار بالجاكيت مفاجأة، معلش تروح تجيب. قدم لي اياه قدام الكل، خلي الكل ينحط بحجمه الطبيعي. يلا قوم البوس بالحقني. الله الاكل. لا لروق لا بشتري الاكل. لا لسه على البحر عقل بس مالح. يلا مين من هونيك بتعرفك؟ طيب يلا ما تاكل مقالي قررت تخفف. لا ما في بك هلا يوم تخفيف. مشينا هلا مشينا ليلى حرام. خلص يا عمي الله يسعدك. طب تاكل للصحة. وينك يا عمي؟ عمي فارس فكرتهم هربتوا. الله اعلم وين كانوا غاطسين يا فارس. يلا اعترفي ليش تاخرتي؟ كان باينه سبقته لعاصم نغطي على الموضوع، بدها جبنا شيء نشرب، ايش رايحه تجيبيه من المعمل؟ بشرفكم يا جماعه بليز وطوا صوتكم، ما بدي عاصم يسمعكم. اف 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 ما كنت عارفك هالقد بتخافي على مشاعره الاستاذ عاصم، ما يكون عنده شو وضع مش ولا بدها.
فارس بليز بلا مسحك. نايا عن جد عم تحكي ولا عم تمزح معنا؟ سوري ليلى، ما قصدي علي صوتي او عصب، بس عن جد عاصم ما بحبون هالمسحات. وقور يعني؟ ايه والله وقور، مش مثل حكايتكم بلا اخلاق، روقوا شوي. على كل إن العمر له حق، بدك تفهم، بصير بعمره نحن اكيد رح نصير نتصرف هيك. نزيه نزيه بليز، عاصم عن جد بيتحسس من هالمواضيع. طيب خلصنا يا خلص، ما تعتى الهم، ما بقى رح نحكي باي موضوع بحسسه لاستاذ عاصم، اذا شيء بنحكي سياسه شرق اوسطيه او بالازمه الاقتصاديه العالميه التي تخنق المجتمعات. طمنوني ان شاء الله عجبتكم السباحه على شطنا. روعه. انا كنت عم خطط لحتى اشتري يخت، بس لما عرفت انه نايا ما بتعرف تسبح لغيت الفكره دي. يعني لا ما تلغيها، نحن سبيحه من عجب خاطرك دخيله. اصلا ما راحش عليك، مستر جبران وعدنا بجزوره على البوت تبعه. مين جبران؟ جبران جارك، تخيل تعرفنا عليه قبلك. شخص كتير جادل، والبوت تبعه شي بيهبل، الله يهني فيه. ولو بتشوف عزمناه هلأ جاي لعندكم هون يتعرف عليكم. لك ايه، مركعين عليه بالعزيمة. بدي سخن السمك. انا بستأذن، رح شوف نايا اذا لازم شي. طبعا اصدق معك. تفضل. يا جماعة هقطوا عاصم محب الفكرة، يمكن تسرعنا، كان لازم ناخد رأيه بالأول لزلمة، ما هيك؟ مزبوط، أصلا هو كان يتعرف عليه، كان تعرف عليه من الأول، شو كان ناطرنا لقلنا؟ بس نحن حشولين. هلأ اللي صار صار، ماشي الحال، شو رح ياكلوا للزلمة؟ معك حق حبيبي، أول مرة بدي بقدي أصحابي تقلي الدم، بس كرمالي ما تقلن شي، خليهم ياكلوا بيفلوا عبيوتهم. بعد شو؟ بدون يورطوني مع واحد ما بعرف أصله من فصله، بكل وقاحة استولى على الخليج تبعي وعملوا كراج للمركب تبعه. أنا ما كنت حاسبه، بس لحتى ما خليه ياخد ويعطي معي، ما بحب ما بحب. فيك تقلن بكل بساطة إنه ما بقى يتدخلوا بحياتنا، وحدا مني يروح لعند الزلمة يعتذر منه ويقله إنه أنت منك مستعد تستقبله، ولا هو ولا غيره، هيك منخلص، نضرب عصفورين بحجر واحد وبيفهموا بقى. يعني انت نايا بتعرفيني حبيبتي، يعني لا مكانتي ولا اخلاقي بتسمح لي احط حالي بهيك موقف، يعني انا مالي مثلهم. اكيد حبيبي، انت وين وهن وين، بس ما تستغرب يكونوا احرجوه له كمان. مش عم صدق كيف تسلبطوا عليه للزلمه واحرجوه لحتى ياخذهم معه مشوار بالبحر، يا عيب الشوم، انا ما شايفه اوقح من هيك، وهيدا ما بيعرفوه، كيف اذا كان بيعرفوه كمان؟ بعتذر حبيبي، حطيتك وحطيت حالي بهيك موقف، إذا بدك بروح أنا بتصرف. لا 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 خلص خلص، ما في داعي ما في داعي، على قولتك يعني خلينا نتحملون بما يخلصوا، بعدين هذا الجار يعني لوحده هو رح يفهم إنه نحنا ما بنحب نتعاطى مع حدا. يا جماعة اللقوز هو ملك البحر، ولك خلق للسمك الحرة. ايه بس كمان طيب بالقلب. يا عمي حش تحكوني انت وياك كيف ما كان طالع نازل، بعد السلطان ابراهيم بالقلب ما في. انا بموت بالسمك وقت اكون حد البحر، وقت بعيد عن البحر خلص ما عود بيطلع بالي، ما عود بشتي. ليش سمك الجبلي في اطيب منه؟ معقول انت نزيه كمان؟ ايه وصل جبران. اهلا اهلا، والله حماتك بتحبك، يلا شرف. بونسوار، بس للاسف انا ما عندي حمى. يعني يا لك جبران سليمة. عاصم غريب، تشرفنا يا استاذ عاصم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا مدام نايا. ما تواخذنا استاذ جبران، ما قادرين نسلم عليك، عم نفصل في السمك. خذوا راحتكم صحتين. استاذ عاصم الحقيقه انا من زمان حابب زورك واتعرف عليك، يعني مثل كانه نحن جيران بالاسم مش اكثر. الحقيقه انا في بكير كثير وبرجع بالليل مأخر تعبان، يعني لدرجه بنام وانا عم اسمع الاخبار. لاحظت هذا الشيء مدام نايا. استاذ عاصم ما حبيت اول مره ازوركم وايدي فاضيه، ف بتمنى تقبلوا مني هالهديه المتواضعه. ميرسي، كلك ذوق، بس ما كيف اللزوم تتعذب. ابدا مدام، ما في عذاب، هودي شويه سمك صيادتهم انا وبالبحر،
يعني الصيد هو هوايتي. تفضل. شكرا. وشو نوعه مستر جبران؟ هالمرة سلطان إبراهيم. أيوة بعدنا بالسيرة. ولك أنت مزوي أطيب سمكة سلطان إبراهيم. وشو بتصيد أشياء تانية؟ حسب كل أنواع أوقات ريديس مليفة أخطبوط كلامار. حلو والله. بس يا جبران شو بتشتغل بالأصل؟ كنت قبطان، قضيت سنين طويلة من عمري بقلب البحر. واو نيالك، ما بتخاف؟ مدام نايا البحر بشم ريحة الخوف، ما بيغلب إلا يلي بيخاف منه، بس تبطل خايفه بتحسي إنه أنت يلي مسيطر عليه مش هو. يعني باختصار اللي بيخاف من البعبعة بيطلع له. غريب، أنا كل يوم بطلع له لسامية مع إنه ما بتخاف مني. حضرتك من المنطقة ولا ضيف؟ إيه أنا عندي شاليه هون قريب عليكم، وبتمنى شنهار أنت والمدام نايا وضيوفكم تشرفوني. يعني فينا نعتبرك مقيم. حقيقة بالصيف أكثر من الشتاء. من زمان عندك اليخت؟ بقصد من إمتى بتمارس هواية الصيد؟ لا اليخت ما صار له زمان، صار له كم شهر عندي، بس أنا بتصيد من أنا وصغير وصرت بحار من ورا هالشي. حضرتك مسيو عاصم شو بتشتغل؟ تجارة. أنا بتجارة الأراضي. شغلة عظيمة وبدها دماغ حتى الإنسان يعرف إمتى يشتري وإمتى يبيع. دايما يا جماعة وقبل مية أحلى عرسان. أنت عم قلت وين رايحة تركيهم؟ شو تركيهم؟ ما بكفيك كل النهار بالمطبخ كمان؟ مساعدك شوي. عامر إن شاء الله يا أستاذ. أوه شو بدك بالحكي؟ الشبعان غير الجوعان. أهلاً أهلاً أهلاً. ازيك كريم؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ تمام الحمد لله. أهلاً وسهلاً. إزي حضرتك عامل إيه؟ تمام؟ أشوفك. صباح الفل. تأخرت عليك؟ لا. أكيد يا حبيبي. أشكرك. إيه ده في عشوة طبعاً. كل الناس بتحبك يا كريم. يعني مش كلهم. لا كلهم. وأنا أولهم وآخرهم. أنتِ بس عشان طيبة حبتين. يا سلام. هي دي المفاجأة؟ لا دي هدية بجد بقى. ده دبل. بجد؟ والله دبل. بصي دبل. ما كنتش اعرف يعني ان الدبل شكلها كده اليومين دول. لا هي الدبل شكلها كده. هي دبل اهي. بصي دي دبله. دي دبله صغيره. بصي دبله. دبل والله. بصي دبل اهي وخواتم. دبل. كريم. دبل دبل اهي. كريم. مش نبطل هزار بقى؟ مش شايف انه عين الاوان ولا ايه؟ كل شيء باوانه. وقتها هجيب لك احلى شبكه. كريم أنا مش عايزة حاجة في الدنيا غير احنا نكون مع بعض. بحس إن أنا يعني مش عارفة أكون مع أي واحد تاني غيرك. أنت عارف حاجة؟ أنا النهاردة لما تروح البيت هتلاقي تورتاية بمناسبة عيد ميلاد نوار، عشان عارفه ان انت بتحتفل بعيد ميلادها كل سنه. متشكر قوي، بس ليه تعبتي نفسك؟ لا انا ما تعبتش نفسي ولا حاجه يا كريم. انا بس بعمل كل حاجه عشان نقرب فيها من بعض. ايه ده؟ في حاجه في دقي؟ تعالى بس. شعر ابيض، ما انا عارف. تعالى يا كريم قرب. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه كده بس؟ ايه في ايه؟ مش فاهمه. سوري يا كريم، كنت فاكراها ملزوقه بالغلط يعني. خلاص حصل خير.
تتعشي. اللي انت عايزه. لو سمحت. انه معقول يا نايا انت ما عندك حدا يساعدك؟ انا كثير موسوسه اصلا، ما في حدا يساعدني وما بحب اشغل حدا. واو، شو هيدا نايا؟ ما بعرف كالقد مرتبه، كنت اكثر وحده فوضويه فينا. عاصم هيك بحب. الظاهر وحده بتصير تتطبع بأطباع جوزها. اي والله انا ما كيف في ارتب من نبت اهلي، وقت تجوزته لفارس انه برتب منه وبينزع من هون، يمكن خشيت مثله يعني. شو بتقولي انا؟ صحت 10 كيلو من وراء قد ما بحب بطنه، وهو بيبقى مثل العوده وانا كرمالي بنصع. ايه لا، انا بس عربة لانه اذا بدي لحقه لفارس ما بفوت بهالباب. شو هيدا؟ شو هي؟ هيدا اللي فوق. هاي كاميرا شو أول مرة بتشوفيها؟ آه إيه كاميرا هي. إيه؟ أنا بعرف الكاميرا بحطوها برات البيت مش جوات. ما نحن لأنه قاعدين بمحل مقطوع وعاصم كثير بخاف علي، أغلبية الأوقات أنا بقعد لوحدي فركب كاميرا بالبيت. روعة، الإنارة عندك رائعة بتكشف البحر كله. هو أمان أكثر بالليل. معك حق. البحر حدوده مفتوحة والاحتياط واجب. أوقات وأنا على البوت بالليل بشوف حدا بنص الليل عم يتسبح، بس من المستحيل إني أعرف مين هو أو أقدر ميز شكله لأنه ما عندي هاي الإنارة ولا كشاف. وخفر السواحل شو عم بيعملوا دخلك؟ لك قد ما يكون إلا ما يقدروا يزمطوا منه. طيب إذا حسيت على شيء مرة تانية بتمنى تخبرني، وهي بطاقتي خليها معك. أوكي. اوه اجا قلم الجاتو. كل سنه نحن بخير حبيبي، روحوا ما حدا قدكم. يا ريت كل سنه عندكم عيد وسمكه حره. ان شاء الله السنه الجايه بتكوني حامل البيبي على ايدي وعامل تحته. انا من حسن حظي اني احضر معكم هالمناسبه وبتمنى لكم السعاده. شرفتنا. صحيح ما تنسونا مشوار البحر. استاذ عاصم مدام نايا بيشرفني انكم تشاركونا بهالرحله. انا نوي مستحيل. مدام نايا لازم تشيل هذا الخوف، مش هيك استاذ عاصم؟ يا نايا بتخاف كثير من البحر وانا ما راح اطلع واتركها. معكم 3 ايام حتى تفكروا، صدقوني ما راح تندموا. البحر حلو كثير حلو مدام نايا كثير. اي نايا بليز. يلا يلا نايا قولي ايه. فكر بالموضوع. برافو مدام نايا، بلشت تكسر حاجز الخوف. يلا ناكل جاتو. يلا اخيرا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nawara. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيب. عن جد ميرسي كثير نايا. إذا بتريدي شيف نايا. يا عين شي عرمرمي. طب شو رح كثير نايا؟ هلا مرت الجاي بتحط حالك براتب بنروح عند السجو براتب. شدي حالك. إيه يلا. بالموضوع. دايما يا جماعة. بدي هي مشكلتك وقتها بتفكري بالموضوع حالك. يلا فلني. ناطرينكم. ناطرينكم بعد كم يوم. باي. شرفنا بس يا جبران. باي. عن جد أنا رح كون كثير مبسوط وبتمنى تلبوا دعوتي.
شوف، هو الموضوع بيتعلق بنايا، اذا هي ما عندها مشكله انا موافق. كل ما فكر بالموضوع برجف، بس رح حاول. خي هيدي الخبريه روعه. طيب تصبح على خير. بيعرف اسمك ولك؟ من وين بيعرف انك بتخافي من البحر يا كلبة؟ والله العظيم ما بعرف، يمكن سامي او ليلى خبروه. يعني بتتخيلي انه ما حكيتوا مع بعضكم قبل هلا وانه زيارته لعنا كثير عفويه يا واطيه؟ صدقني اول مره بشوفه، اول مره بحكي معه، صدقني. بعدين فورا ارتخيتي؟ دغري اقنعك؟ مع الاساس انه انت بتخافي من البحر يا كلبة؟ ليش انا ما قدرت شجعك؟ ليش هو؟ ليش هو؟ حسيتي بالأمان لأنه قبطان يا حيواني. أنت ليش شجعتني مش هو؟ أنا كنت فكرتك راضي. حتى لو كنت عم تصرف بلباقة قدام أصدقائك هذا ما بيعني إنه أنا موافق. لازم تفهمي علي من نظرة يا خبية. ما انتبهت، والله ما انتبهت. ما انتبهتي؟ نحن اتفقنا أنك تقطعي علاقتك معهم، مزبوط ولا لا؟ سامحني، بعتذر، بعتذر، ما بعرف اشوفه، بوعدك.